وأنا اسمح لي بأول إشي أعترف بأنه هذا النوع من الموسيقى، هذا التشكيل الموسيقي لما بيجمع ما بين الجيتار وكلمات عربية، تقريبا هذا الإشي المفضل بالنسبة لي. حلو البداية، يعني مفتاح البداية. شكرا جزيلا أول شيء، أنا أتشرف شرف كبير لي وجودي معكم، معك أنت بالذات، يعني أنت من الله يخليك. فأنا بديت هاي يعني المحاولة من زمان، من الثمانينات، يعني أنه أسوي حتى الروك كان، مش هذا شوية. نحن بعدين حاولت أتقرب الفلامينكو قريب للعرب أكثر، بالضبط، يعني يمشي مع اللحن العربي، بس بالبداية كنت روك، حاولت أسوي عربي كروك، بس يعني كان لسه مو يعني ما في مثل ما تقولين تربة خصبة لهذه النبتة. لأنه هو الروك حاليا نفسه. اللي يطلعون الشباب الجداد عندهم فرصة أكبر من فرصتي بوقتها، لأنه أصلا في انتشار لموسيقى الروك ما بين الشباب العرب، فبيستصيغوا يسمعوا بالعربي. نحن بكبسة نوصل أمريكا